ورجعنا لحضراتكم من جديد هنتكلم بقى عن خريج الجامعات وحديثي التخرج. عشان كده مشرفني ومنورني المهندس عبد الله علي الصبيحي. اهلا وسهلا الصوم. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا الصوم. والمهندس محمود الجرف. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. وسهلا بحضرتك يا استاذ عمر. طبعا السنه النهائيه بقى وجالكم كورونا، اه وكنتوا على امل بقى احنا هنخلص امتحانات وخلاص بقى هنتخرج وكده، فجاه قالوا في امتحانات، لا مفيش امتحانات. مرت عليكم المره يعني الفتره دي مرت ازاي؟ والله هي للأسف كانت فترة صعبة شوية، يعني هي كنا عاملين حسابنا إن هيبقى فيه أبحاث، كان في حد يعني كنا حاطين في دماغنا كده هيبقى فيه أبحاث، ولكن اتضح لينا إن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار قال إن فيه امتحانات. كانت الفترة صعبة نفسيا، يعني إيه مثلا عندك الجماعة في البيت يا ابني فيه امتحانات مفيش امتحانات، يعني إحنا إيه يعني ايه الجماعة في البيت؟ والدي ووالدتي والجماعة في البيت تمام، يعني. عشان عايز بس نوضح للسادة المشاهدين. لا تمام. فطبعا كل شويه ايه اقول لهم ان شاء الله الاسبوع الجاي نازل قرار، الاسبوع اللي بعده نازل قرار، لحد ما الحمد لله رب العالمين امتحنا وخلصنا، وانا مش مصدق لحد دلوقتي ان انا اتخرجت، يعني لان السنه دي كانت سنه كبيسه بصراحه. يلا الحمد لله والف الحمد مبروك لله. يا الله باشمهندس يرفيك التخرج. الله يرفيك مهندس الصوم. محمود، مرت عليك الفترة دي ازاي بقى؟ الحقيقه الموضوع كان جديد، يعني حكايه حضرتك خريج هندسة، ان شاء الله قسم مدني خريج السنه دي. انتوا ليه بتصمموا يعني مثلا اسال بتاع هندسه يقول لي مدني عماره، ليه ليه لازم التخصص؟ عشان ده كارير وده كارير تاني خالص، يعني تمام مختلف، ده شغل وده شغل، ده قسم وده قسم. تمام بالنسبه لموضوع كورونا بقى، يعني هو الموضوع كان مختلف، مش علينا كطلبه هندسه ولا كطلبه جامعات مصريه بصفه خاصه، لا على العالم كله تقريبا، خاصه الموضوع الاونلاين ده. يعني ما فيش انت كطالب جامعي او كطالب عامه ما مرتش عليك التجربه قبل مش كده، مؤهل ان انت للتعليم. فالموضوع كان مفاجاه بالنسبه لك، اللي هو يعني ايه اخد المحاضره على اليوتيوب مثلا، يعني ايه طب هتواصل مع الدكتور ازاي، طب فين المعيد، طب انا. فالموضوع كان الطالب اللي هو مستني الوقت يمر عشان في اي لحظه يقول لك ما فيش امتحانات، فهو الطالب كان عايش على الامل ده، لحد بقى طبعا ما جه سياده الوزير وقال لك لا ده في امتحانات وامتحنا. بس الحمد لله يعني كان الى حد ما بعض الدكاتره الناس كانت متساهله في الموضوع شويه في الامتحانات، وكانوا حاطين ده في الحسبان يعني، والموضوع مر الحمد لله. الحمد لله. باشمهندس عبد الله، طبعا خلصت كده امتحانات واتخرجت، الحمد لله. هتواجه بقى سوق العمل، بالظبط. واللي بقى بتفكر فيه يعني الخطة المستقبلية بقى. والله الخطة المستقبلية الأول في جيش، هنشوف إن شاء الله التقديم للجيش الأول ونخلص من موضوع الجيش إن شاء الله، وبعد كده إن شاء الله في يعني من ضمن الخطة اللي في دماغي إن شاء الله هفتح حضرتك هندسة، شركة طيب مهندس هندسة هما مدني بياخدوهم برضه. 3 سنين ضباط احتياط، لا لا ان شاء الله باذن الله اخد سنه باذن الله، املي في ربنا كبير يعني. وليه مش 3 سنين؟ يعني انا مش عايز، لانه يعتبر دلوقتي انت متخرج وانت عندك، انا عندي 25 سنه، فمتهيألي الموضوع بالنسبه لي صعب شويه يعني ان شاء ايه الله باذن الصعب الله. في ايه يعني؟ كسن يعني. ايه المشكلة يبقى عندك 8؟ عشان ممكن يكون عشان بفكر في الجواز يعني؟ واي حد بيفكر في الجواز، بس انا مش في دماغي دلوقتي للاسف، تمام. يعني انا في دماغي سوق العمل الاول. ان شاء الله ناوي اعمل شركه عقاريه، او في يعني في مبادره حابب انوه عنها برضو، انا وحوالي من 30 مهندس مدني وعماره، يعني قررنا ان احنا كمهندسين خريجين لسه خارجين يعني متخرجين ورايحين لسوق العمل ان متخرجين شاء الله، جدد. فان شاء الله قررنا ان احنا نعمل مبادره تصميم وتنفيذ، اي حد عايز يصمم فيلا اي حاجه عنده ان شاء الله باذن الله باقل تكلفه ومبالغ رمزيه للغايه، بس ده طبعا كايه جا كتدريب انت تاخدها كتدريب، كتدريب ان انت كده. كتدريب لينا ان شاء الله باذن الله، وانا ان شاء الله نفتح مكتب يعني ان شاء الله طب باذن الله التمويل ده انت نعلن. حضرتك بتوجهه لمين؟ للمهندسين ولا للمدنيين ولا؟ لا ما هو المهندسين بوجه عام، لان الـ يعني المكان اللي انت او الموقع اللي انت بتشتغل فيه بيبقى فيه كل التخصصات، مدني عماره كهرباء ميكانيكا كل حاجه، كل حاجه مطالب بيها في الموقع. طب عشان حد يتواصل معاكم في المبادرة دي، يتواصل معاكم عن طريق ايه؟ في رقم تليفون انا اديته للاعداد، ان شاء الله يزوروه، ده لو حد حابب يتواصل معانا احنا تحت امره في اي حاجه يعني ان شاء الله. طيب معلش انت بتتكلم في التكاليف، هي مبادرة، المبادرة جميلة جدا تمام. تمام، ولكن قول لي انا مثلا دلوقتي حد بتفرج عليك هتفيدني بإيه المبادرة دي؟ انت لما تروح لمكتب عقاري او مكتب هندسي بيطلب هتعمل مثلا ديزاين لفيلا عندك او عماره او اي حاجه، فطبعا التكلفة، أنا رحت مكاتب كتير واتدربت في شركات كتير، المبالغ كانت تكون خيالية يعني،
بالنسبة مثلا لو عقار كبير أو حاجة زي طب كده. ليه حضراتكم ما اتجمعتوش مع بعض ال30 وعملتوا شكل قانوني للشركة وبدأتوا من خلال الشركة ديت ان انتوا تعرضوا ما هو إن المبادرة شاء دي؟ الله إحنا بس عشان لسه في البداية، فإن شاء الله أنا حابب أنوه عنها بس في الأول، وبقول لحضرتك إن أنا هعمل مكتب، هنعمل مكتب إن شاء الله بإذن الله هيضم جميع المهندسين في جميع التخصصات ان إن شاء شاء الله. الله. استاذ محمود اتفضل. ناوي على ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني، والحمد معلش لله يعني. مهندس محمود انا عشان قلت استاذ لا محمود. مفيش مشاكل. هو ان شاء الله يعني اشوف بس مكان كويس اشتغل فيه ان شاء الله. ان شاء الله هو انا ما فيش جيش الحمد لله يعني. تمام كان نفسي اقول لك زي عبد الله عشان تقول لي 30 وكده، بس الحمد لله يعني. تمام انا ان شاء الله اشوف بس مكان كويس يعني، حاجه بطمح ليها كده ان شاء الله، اللي هو في الاول وفي الاخر يبقى مؤقتا ان شاء الله، عشان انا يعني بطمح ان انا يبقى عندي شغلي خاص بقى. انا مش محبذ اصلا حكايه الشغل السيستماتيك بقى، اللي هو الساعه 8 الصبح وتيجي الساعه 4 العصر والكلام ده. لا انا عايز اشتغل الشغل الفري مع نفسك، بس ده اكيد مش هيجي من يوم وليله يعني. فاللي هو اكيد هتشتغل هنا وتشتغل هنا ولحد ما تكون الكارير بتاعك اللي انت عايزه، وبعدين اشوف الخطوه دي ان شاء الله. هل بدأت تدور على حاجة؟ بالفعل هو احنا تقريبا يعني ما كملناش اسبوع يعني مخلصين تخرج يعني متخرجين. بس هو دايما بيبقى فيه تدريب أثناء الدراسة، فاللي اه هو لا إن ده أنت ممكن ده تبدأ بالفعل حاجة. حصل، بالفعل حصل، ونزلنا في شركات كتير يعني. اكيد مش هينفع نذكر الاسماء، سواء من سنة اولى تانية تالتة رابعة، في كل الفترات وعمل كمان يعني. انا تقريبا طول فترة الدراسة كنت شغال يعني. هو اكيد ما كنت شغال مهندس يعني، بس اللي هو شغال في المجال عامة طول فترة ال4 سنين بتوع الدراسة. طيب لو احنا بقى هنقدم نصيحة للشباب عامة، مش الخارجين بس، الشباب، هنقول لهم ايه؟ هو عامة يعني في حاجة كده يعني منتشرة بين الشباب كلها، اللي هو مش كلها لا حقيقة، عشان ما نبخسش الناس هنقول حقها، المعظم مثلا. اللي هو المعظم مثلا اللي هو لا انا كاريري مهندس، فانا عايز اطلع بقى اتخرج من الكليه تاني يوم الصبح اكون ايه شغال مهندس بقى بقبض 10,000 جنيه. اكيد مفيش الكلام ده في الاحلام يعني. فاللي هو لا مهندس بقى مش مهندس، بنتكلم بصفه عامه، لا في شغلانه مثلا انت عايزها ب 2000 جنيه، وفي شغلانه تانيه متاحه مثلا ب 1000، لا ما تشتغل اللي هي ام 1000 ديت، وانت فيها دور على الافضل منها ثم روحها. لا انا هفضل قاعد على القهوه لحد ما تيجي لام 2000. فده طبعا دي نصيحة مهمة جدا فعلا، إن في ناس لا كتيرة فعلا بتبقى منتظرة اللي هي عاوزاه، بالظبط، ما هو وللأسف بيفضل قاعد ما وهو بيدورش من ده. مش هيجي لك اللي انت منتظره وانت قاعد منتظره يعني. اللي هو اشتغل في مجال تاني، في مجال تاني، غير الكارير بتاعك، زود من نفسك، شوف انت ايه اللي السوق عايزه مش ايه اللي عندك. السوق عايز كارير معين ازوده، مش انا عندي كذا، لا فانا عايز السوق يبقى عايز الكارير بتاعي، لا اكون افضل من كده يعني في التفكير ده بالذات. إن شاء الله ربنا يوفقكم دايما يا رب. باذن الله باذن الله. باشمهندس عبد الله، لو هنوجه نصيحة للشباب هنقول لهم ايه؟ والله اول حاجه، اول نصيحه، لا تيأس يعني. بس اليأس ده معلش ليه تعليق، بس معلش، اتفضل. المبادره اللي حضراتكم عملتوها دي مبادره في غايه الجمال، تمام، تمام. غير الاتصال بتاع التليفون ممكن يتواصلوا مع حضرتك ازاي؟ والله في برضو صفحه الفيسبوك بتاعتي، وفيه عبد الله علي الصبيحي ان في ناس بدأت تتصل بالعربي، وبيسألوا عن المبادره. في الصفحه بتاعت الفيسبوك بتاعتي عبد الله علي الصبيحي، وفي طبعا الصفحات بتاعت المهندسين اللي معايا برضو ممكن ابقى اعلن عنها في اي حلقات جايه ان شاء الله. وفي الرقم اللي طب انا الرقم كان ده في رقم حاجة التواصل ده حضراتكم واتساب. كنتوا حابين ان انتوا طبعا فيه اتفضل. انا بحب اهدي التخرج ده لوالدي ووالدتي، هم السبب الاول والاخير في اللي انا فيه دلوقتي، تمام، ربنا ربنا يبارك يديهم فيهم الصحة يا رب. ويحفظهم. في بقى في معيدة عندنا حابب اشكرها بصراحة، والفضل يعني يرجع لها بصراحة، تعبت كتير قوي معانا يعني. الباشمهندسة نيفين، الباشمهندسة نيفين أمين، كانت من دي اللي صورتها على أفضل الشاشة يا فندم على الهواء. يا فندم. دي كانت من أفضل المعيدين اللي موجودة معانا في الكلية، كانت كانت بتساعد يعني أقل واحد في المستوى لأكتر واحد، لأكبر واحد في المستوى يعني، ما كانش بتفرق بين أي حد يعني بصراحة. في طالب عندنا توفى قريب يعني، الباشمهندس يوسف، فأنا بهديهم التخرج يعني، وربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة إن شاء الله. ان شاء الله يا فندم. النصيحة بقى يا فندم بس في عجلة. النصيحة أنا بقول للشباب ودايما بقولها يعني، يأس دي خالص يعني، مفيش يأس، مفيش حاجة اسمها يأس. اليأس ده للأسف بيؤدي، ممكن يؤدي لك للانتحار فيما بعد يعني. في ناس أنا أعرف ليا زمايلي تكلمهم كده في غاية يعني الشؤم، في تشاؤم كده. فأنا لا يعني، اشتغل على نفسك وربنا هيكرمك، وأهم حاجة اعمل اللي عليك يعني، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا يعني، إن شاء الله ربنا يصلح الحال يعني. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا في صور طبعا
للتخرج مع اه اصحابك في فيديوهات واصدقائك او طبعا، صور. اه وانت بجد شرفتوني ونورتوني طبعا في ربنا يعز برنامج هو حضرتك المجتمع. حبيبي، ربنا يعز حضرتك. وطبعا هو الصفحة قدام حضرتكم هو والمجتمع مع عمر الجبيلي، وفي رقم برضو تواصل برضو دوت مع البرنامج، ان احنا برضو بنحاول ان احنا نسلط الضوء على اي ايجابيات موجودة في المجتمع، وده هدف من اهداف البرنامج. وطبعا يعني عايزين كلمة أخيرة بقى يا باشمهندس. الكلمة الأخيرة يعني مش شايف كلمة أفضل من إن أنا يعني أشكر أهلي ووالدي ووالدتي على تعبهم معايا، و واحنا بنشكرهم برضو من هنا. ربنا يبارك في حضرتك، وبالأخص والدتي يعني، يعني بصراحة ياما شقيت واتمرمطت يعني عشان أنا وإخواتي، فهي دلوقتي تقريبا فاتحة القناة من امبارح قاعدة تقريبا. ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك يا رب ان اللهم شاء الله، آمين واحنا اللهم بنوجه آمين. لها التحية من هنا من برنامج هو المجتمع. الله يبارك في حضرتك، فبشكرها طبعا على وقفتها جنبي وعلى مساندتها ليا، يعني لولا امي اصلا ما كانش زماني عملت اي شيء في الحياه اساسا، يعني ما كانش زمان انا موجود اصلا يعني. فربنا يبارك لي فيها ويحفظها يا رب ويخليها لي كده ان شاء الله. ان شاء الله. مهندس محمود طبعا شرفتني شرفت ونورتني، بحضرتك استاذ عمر، مهندس ربنا عبد يبارك الله فيك. شرفتني ونورتني. سعادتك هروح حبيبي، لفاصل صغير وبرضه هنتكلم برضه مع خريجي الجامعات، هنشوف كده الافكار تانية ان شاء الله، ثواني وهنرجع لحضراتكم. ورجعنا لحضراتكم من جديد مع مجموعة من الخريجين برضه. معانا المهندس عمر المنشاوي، اهلا اهلا وسهلا وسهلا، بيك اهلا يا وسهلا باشمهندس. بحضرتك، سعادتك، ومعانا المهندس عمر شعيب، اهلا وسهلا اهلا بيك وسهلا بيك. حبيبي يا باشمهندس. عدت عليك بقى الفترة بتاعت كورونا ازاي دي يا باشمهندس؟ والله اولا الحمد لله على التخرج. تاني حاجه احب ابارك لدفعتي واحب ابارك لزمايلي على التخرج، الحمد لله رب العالمين. الفتره عدت على خير، الحمد طبعا لله. كانت فتره بصراحه كانت صعبه جدا بسبب الضغوط اللي تعرضنا لها، بسبب ان القرارات بتاع الامتحانات وكده كانت بتاخر جدا، فاحنا كنا في فتره مستنين هنمتحن او مش هنمتحن. طب ايه؟ قالوا طبعا نزل القرار ان في امتحانات للخريجين، يعني في امتحانات، فبالتالي دخل شهر 6، المفروض كنا خلاص هنمتحن في شهر 6، لا لسه. طب احنا نمتحن السنه دي، طب السنه الجايه، فبالتالي كان في ضغط علينا جدا، ضغط شديد. كانت فتره نفسيه صعبه جدا بسبب الموضوع ده، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا قدرنا وقدرنا نعدي الفتره دي على خير الحمد لله وتخرجنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. باشمهندس عمر، هي الكورونا اصلا اول ما جت كده هي فاجأت الناس كلها مره واحده، وانت بتدرس وبتتابع مشروعك ومشروع التخرج عشان خلاص فاضل لك شهر او شهر ونص بالكتير وهتكون متخرج، يعني قال لك توقف الدراسه مره واحده بدون يعني مرحله التفاجؤ كده. بعد كده جت مرحله بقى اللي هي اللي خلاص يعني لازم يكون في حل بديل، اللي هو خلاص الدراسه توقفت بس في ناس لازم العمليات الدراسيه تكمل، فلازم يبقى ايه في مرحله بديله. فاللي هو بقى قال لك هنوفر بقى ايه حاجات الكترونيه وكده، اللي هو هنتابع مع الطلبه الدراسة وكده أونلاين. اه اونلاين وكده. فبس احنا عندنا في العماره ما ينفعش ان انا اتابع معاك الكترونيا، يعني لازم انا اتابع معاك يعني تكون قدامي وكده عشان اصلح معاك مشروع او اصلح معاك اتابع معاك حضرتك قسم غلطات. عمارة. اه قسم عماره مختلف شويه عن عمر عن الامتحانات وكده. فاللي هو التفاجؤ بقى والضغط النفسي، اللي هو مره يقول لك ان هتبقى في تسليم المشروع السنه الجايه، مره يقول لك لا طب انتوا لازم هتسلموا مشروع، طب هنخف المشروع التخرج شويه عليكم. فهي الضغط النفسي كله كان في الحته دي بس، فهي اثرت علينا بس اللي هي في النقطه دي. لكن غير كده يعني الحمد لله بعد مده بقى يعني خدنا شهرين ثلاثه زياده عن الوقت الطبيعي، بس عدت يعني الحمد لله الحمد وقدمنا لله مشروع التخرج وتخرجنا على خير يعني. على خير ان شاء الله، والف مبروك الله التخرج. يبارك فيك ومبروك لزمايلنا كلهم يعني. باشمهندس عمر، هدفك ايه بقى في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ والله ان شاء الله باذن الله طبعا اكتسب الخبره الكافيه ان شاء الله في الفتره اللي جايه، زي طبعا الخبره اللي كسبناها طول فتره الدراسه الحمد لله. طول فتره الدراسه الواحد كان بيقدر يستفاد من الوقت على اكبر قدر ممكن، انه يقدر ينزل مواقع، يقدر يتابع مشاريع. طبعا الفتره الجايه ان شاء الله يقدر يكمل الخبره دي، يقدر يكبر الخبره دي، بحيث ان شاء الله ابدا اعمل مشروعي الخاص، ابدا انشئ شركتي الخاصه او مكتبي الخاص، وان شاء الله في فتره قريبه باذن الله هتكون في حاجه ان شاء الله كويسه جدا ان شاء الله باذن انت الله. مش عايز تقول يعني هي ايه؟ لا ان شاء الله خليها مفاجأة يعني باذن الله، يعني يمكن شركة الباشمهندس مثلا عبد الله نوه عليها يعني ان اللي شاء هي الله. المبادرة ولا حاجة تانية؟ لا ده المبادره دي جزء ان شاء الله احنا عاملين يعني ان شاء الله شركه مع بعض باذن الله تكون انت حاجه على باشمهندس مستوى عبد عالي الله، باذن الله. ان شاء الله ربنا الله يوفقكم يبارك دايما. فيك. باشمهندس عمر، هدفك يعني ان شاء الله في الفترة اللي هو جاية ايه؟ الهدف يعني في كذا هدف كتير، بس هو يعني انت لما تكون قاعد في الكليه فبترتب على اساس الحاجات اللي انت عملتها في الكليه هي ايه، يعني مثلا انت خدت خبرات في الكليه، نزلت تدريب في شركات كذا وكذا وكذا، فده بترتب على انت هتعمل بقى الهدف بتاعك يعني في وقت قد ايه او كده. فهو هدف الواحد يعني ان شاء الله هو الشغل الخاص يعني، يعني هدف الواحد الشغل الخاص، بس بعد بس ما ننزل بقى سوق العمل اكتر، ناخد خبرات اكتر، لان احنا لسه متخرجين يعني كل المعلومات او الحاجات اللي عندنا نظريه بس يعني دارسين اكاديميا فقط.
فخبرات عندنا بتاعت سوق العمل مش قوية، يعني هنقوي بقى مستوانا في سوق العمل أكتر، وبعد كده بقى نبدأ في نفكر في الشغل الخاص بتاعنا وكده، بإن نعمل مش مرتبط انت بالشركه بتاعت الباشمهندس عمر؟ يعني هو مدني وانا عمارة، مش مرتبط ان احنا شغل ان شاء الله يكون معانا ان شاء الله، نعمل شغل مشترك يعني ان شاء الله، يعني مستقبلا شويه يعني نفكر في شغل خاص، بس عشان يكون عندك الخبره الكافيه اللي انت تقدر تشيل شغل مهما كان مستواه او قوته لوحدك باذن الله، او برضه مساعد زمايلك، يعني هو بتخصص مدني وتخصص عماره يعني. مش مهندس مدني عماره وانا مدني، فدول وجهين لعمله واحده، فاحنا بنكمل بعض يعني، احنا بنكمل بعض في اي مشروع. بس انت ذكرت الباشمهندس عبد الله بس، صح ولا لا؟ انا قلت الباشمهندس، انا نوه خلي بالك. لا لا، قلت الباشمهندس عبد الله. انا ولا ده فيه كمان زميل معانا ان شاء الله، يعني باذن الله هتكون جروب كويس باذن الله. باشمهندس عمر طبعا ينورنا اكيد. يعني انت لسه ما عرضتش عليه؟ خد بالك، هو كويس عماره خلاص. عماره برضه يعني هيكمل معاك كده، هم ما يعرفوش يعملوا حاجه من غيرنا يعني، احنا الديزاين اصل احنا الاساس. شفت الكلام ده؟ انت قلت لي انا هدفي ان انا اكون معماري. يعني انا فانا قلت لك حتى عايزين نوضح يعني ايه كلمه معماري. المعماري ده اللي هو المسؤول عن الكونسبت بتاع المشروع نفسه، يعني هو اصلا البدايه بتبقى عند المعماري، البدايه اللي هو بيبدا يفكر بقى في الكونسبت المشروع ده، اذا كان هيجيبه من فكره فلسفيه او هيجيبه من فكره من متكون من المشروع نفسه، فهو المسؤول عن الكتله المعماريه نفسها والفكره بتاعته والتصميم وكل حاجه، خالص عن المهندس المدني شويه اللي هو بقى ممكن يكون مسؤول عن النظام الانشائي اكتر. بس فالمعماري مسؤول عن الشكل حتى الجمالي بتاع المشروع، وبرضه بيحط في حسبانه العوامل البيئيه للمكان المشروع، وكل ده هو بقى في مخيله المعماري يعني. بس تمام، يعني نقدر نقول ان انتوا الاثنين بتكملوا بعض. بص طبعا انا عايزك انت بقى ترد على الكلام ده. اكيد طبعا، الباشمهندس المعماري بيحلم بيتخيل، احنا بقى اللي بنحقق له الحلم، احنا اللي بنخلي الحلم اللي هو بيحلمه احنا بنخليه واقع، بنخليه على الحقيقه. هو مهما يحلم ومهما يتخيل بدوننا ان شاء الله مش هيقدر طبعا يحط اي حاجه على ارض الواقع، بالتالي احنا عشان كده بنكمل بعض. طبعا المهندس المدني يعني ما فيش يعني ما فيش كلام ان هو لازم احنا بنعتمد عليه، ان هو بيأسس حاجه النظام الانشائي بتاع المبنى بتاعنا، فما بنقدرش نستغنى عنه طبعا يعني، كده كده هم اصدقائنا كلهم يعني. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق طبعا دايما، والف مبروك على التخرج. الله يبارك فيك والله، شكرا. لو حابين بقى ان احنا نقدم نصيحه للشباب، بحيث ان احنا البرنامج هنا احنا الهدف بتاعنا هدف اجتماعي، فاحنا يهمنا حته الشباب ومركزين على الشباب لان هم اصل المجتمع. اكيد طبعا طبعا الشباب طبعا هم نواه المجتمع، هم الاساس في الفتره الحاليه تحديدا. اول حاجه طبعا يعني ما تيأس، اوعى يجي لك احباط. طبعا في الفتره ديت السوشيال ميديا طبعا في اشاعات وفي حاجات كتيره بتسبب احباط للشباب كلهم، بيقول لك مثلا ما فيش فرص عمل مثلا، حاجات زي مش موجوده، فبالتالي بيجي لهم يأس، بالتالي ما بيقدرش يدوروا على الفرصه، ما بيقدروش يطوروا من نفسهم. يعني تقصد ان هم ما يمشوش ورا الاشاعات؟ بالظبط كده، يعني مثلا انت ابدا طور من نفسك الفتره اللي هي كلها فتره تكنولوجيا، تمام، ابدا استغل التكنولوجيا قد ما تقدر، استفاد اتعلم، وان شاء الله باذن الله كل مجتهد نصيب، وربنا يكرمك باذن الله ان شاء الله. باشمهندس عمر، وانا بس عندي يعني هو لما تكون انت عايز تعمل حاجه ولا حاجه لازم انت تبقى حاطط قدامك هدف، يعني لما تحط قدامك هدف وتسعى انك تحققه هتحققه، في مهما واجهته من صعوبات او كده في الطريق للهدف ده في الاخر هتحققه. بس يعني انت ما تحبطش من اي حاجه او من اي شيء يمكن يحبطك في المشروع ده، فانت عندك هدف وعايز تحققه واسعى انك تحققه، وان شاء الله هتوصل ليه يعني، وبدون اي او الانصياع لاي حد بقى يقول لك لا انت مش هتعرف تعمل حاجه، لا انت شوف الاسهل الاحسن يعني، سيبك من الصعب ده لسه بعيد انت مش هتعرف توصل له دلوقتي، لا يعني انت حط عينك على هدفك وان شاء الله هتوصل له مع السعي يعني. ان شاء الله باذن الله. الفتره بقى بتاعت الجامعه بقى، مين اكتر حد وقف معاك فيها يعني؟ الفترة الجامعية دي بصراحة يعني أنا ليا ناس مساندين ويدعموني كأصدقاء مثلا وكأهلي طبعا، بس يعني أنا ليا داعم كده دايما مؤثر في حياتي جدا، وهو اللي لو حتى بضعف أو بكون مش قادر في حاجة بكمل عشان خاطره، بس هي والدتي يعني، والدتي هي الدعم الرئيسي ليا والله، ومن غيرها الواحد ما كانش هيبقى في أي حتة أو حتى كمل تعليمه خالص يعني، فهي دعم رئيسي ليا وأنا بشكرها والله من مكاني هذا يعني. واحنا برضو بنقدم لها الشكر حقيقة. والف مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيكم باشمهندس عمر. طبعا احب اقدم الشكر لاهلي، والدي ووالدتي واخويا واخواتي كلهم واصدقائي. طبعا اهلي تعبوا معايا جدا والله، ما قصروش معايا في اي حاجه، ما تخلوش عني في اي وقت من الاوقات. طبعا لو قعدت اشكرهم من هنا لحياتي كلها مش هقدر اوفيهم حقهم. انا نفسي يعني ان شاء الله باذن الله اخليهم اسعد ناس في الدنيا، وان شاء الله الهدف في الحياه ان اخلي والدي ووالدتي واهلي كلهم اسعد ناس في الدنيا واريحهم على قد ما اقدر باذن الله يعني. ان شاء الله باذن الله. اتمنى لكم التوفيق وشرفتونا ونورتين. طبعا في بس حاجه كده يعني ممكن تكون بره الموضوع، النهارده طبعا كانت اول صلاه جمعه النهارده بعد جائحه كورونا،
بس في تعقيب صغير كده. احنا مثلا في 10 مساجد في المنطقة، ال10 مساجد دول مثلا بيصلي فيهم حوالي 1000، يعني كل مسجد بيحتوي 100 مصلي، تمام. فوجئنا النهاردة ان العشرة دول اتقفل منهم 8 واتنين بس هم اللي شغالين. طيب الاتنين بس دول هم اللي شغالين، فأصبح ال1000 دول بقى في كثافة في المسجدين، بس بقى كل مسجد بيصلي فيه 500. فاحنا المفروض ان احنا بنقول ان احنا عايزين تباعد اجتماعي. طب منين تباعد اجتماعي وانت حضرتك ال10 مساجد ضغطتهم في مسجدين، وده في كل المناطق مش من منطقه عندنا احنا بس، لان ده حصل النهارده ان احنا كنا بنصلي على ظهر على ظهر بعض، يعني احنا وصلنا من كميه الايه التكدس. فارجو ان احنا ننظر طبعا الايه للموضوع ده. طبعا انتهت حلقتنا النهارده من برنامج هو المجتمع، وارجو وطبعا بشكر حضراتكم طبعا جدا 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 على الاستماع، وان احنا البرنامج ان شاء الله باذن الله باذن الله في خطوات جديده في الفتره اللي جايه ان شاء الله. برنامج احنا عايزين ان احنا نكون منكم هو فعلا برنامج اجتماعي، برنامج هو والمجتمع. حضراتكم كلكم ممكن ان انتوا حضراتكم تشرفونا وتنورونا في اي وقت. لو في اي مشكله، لو في حد محتاج اي حاجه يسال في اي حاجه، طبعا في رقم الاعداد وفي صفحه على الفيسبوك، وان شاء الله باذن الله ان احنا نكون من المنفذ ده، نحاول ان احنا نخرج معظم، مش هنقول كل، معظم النماذج الايجابيه الموجوده في المجتمع. ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقه اليوم، على امل ان احنا نلتقي بكم باذن الله الجمعه القادمه في 5 مساء. كان معكم عمر الجبيلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.